طبعا كنا صغار حضرت، كنا نحضر ويا اهلنا وعوائلنا والناس فرحانه بي. كانت فعاليات هوايه، شركات كانت تجي، فرق من مختلف الدول الاوروبيه، انا اتذكر فرق اسبانيه، فرق عربيه، مغنيين مطربين. كانت ايام المهرجان حلوه بالنسبه للمجتمع الحلي، وتجي كذلك من ضيوف من كل المحافظات يجون على الحله، هذا شيء زين. وبعد انقطاع طويل رجع هسه مهرجان بابل بال 2021، طبعا احنا يعني فرحنا بهذا الشيء. مهرجان بابل الدولي في هذه الظروف هي رساله لتؤكد ان العراق قد استعاد عافيته الامنيه والثقافيه والاقتصاديه، وانه اصبح على الطريق ليعود منبع للحضارات كما انطلقت الحضارات الاولى من بابل هنا. يلا نقلبها.